مع فقرة مطبخ إيديال مفاجآت كتيرة كتنتظرك. شاركي وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارتفون بيناتهم لا محدود ليك والميمة العزيزة عليك. وكذلك إيديال كتهديك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. وانتي شنو هو منتوج إيديال اللي كيعاونك باش تحضري شهيوات بحال ديال الميمة؟ إذن شاركتوا بكثرة وتبارك الله على الشهيوات ديالكم والشهيوات ديال الأمهات، الله يحفظهم ليكم بطبيعة الحال اللي توفوا دائما الله يجدد عليهم الرحمات والذكرى العزيزة كتبقى في القلب. تبارك الله شاركتوا بكثافة وبرهنتوا على الحب، برهنتوا على الشكر، برهنتوا على القصص الحياتية اللي عشتوها مع الأمهات ديالكم، ربما بالوصفات بالحلويات دوزاتي الكاطو اللي شاركتوها مع الأمهات ديالكم. وغدا إن شاء الله غتكون الفرصة أكبر لكل هاد السيدات، لان غدا ان شاء الله غنعملوا القرعه ديالنا وغنشوفوا شكون السيده اللي غتربح، غتربح مع الام ديالها، لان الربح يكون عباره عن جوج ديال التليفون سمارتفون بيناتهم لا محدود بينك وبين الام ديالك، بينك وبين الشخص العزيز عليك، وما كاينش اعز من الامهات ياك ولا لا. اذا فكتفوا الحظوظ ديالكم لان كتعرفوا وهذا زعما جاريه بالعاده، اننا كندرجوا كل الارقام ديال كل السيدات اللي تواصلوا معنا في هذه المسابقه هذه، سواء ربحتوا معنا يعني الربح ديال كل نهار او لا مازال، كنقول او لا مازال لان تبارك الله مازال الحظ اطرق البيبان ديال كل سيده شاركت معنا. ففقط الرجاء ديالي الوحيد وكنقولها ونعود يعني تعودت عليها، كونوا حدا التليفونات ديالكم، هذا هو المطلب ديالي الوحيد، لان فعلا تنضروا ملي كنعيطوا لشي حد ومثلا ما تيجاوبش كنعاودوا نعيطوا لواحد اخر كيعاود يتواصل معك يقول لك وكان زهري او كان النصيب ديالي او سيبغي الفرحه احنا بغينا نتقاسم مع الجميع. فكونوا حدا التليفونات ديالكم فقط، والقرعه كيف كتعرفوا راه كنديروها قدام العينين ديالكم وكتشاهدوها معنا وكتسمعوها معنا وكتشاركوا معنا هاد الامور كلها. فدائما التواصل من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669 77 29. نمشيو للسيده اللي ربحت معنا اليوم حتى هي واللي غتشارك معنا القصه ديال الحلويات ديالها مع الام ديالها. الحسنيه من تماره، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحسنية تبارك الله عليك، تبارك الله عليك وتبارك الله على الشهيوات وتبارك الله على التاويل وتبارك الله على التصاور وتبارك الله على الألوان. بارك الله فيك. يعني احترمتي داكشي اللي كاين صراحة، فرحتي لي قلبي، الله يفرحك صراحة. الله شكرا لكم انتم الصراحة اللي انتم اللي كتعطيونا الفرصة باش نبدعوا ونديروا احنا غير لمسات ديالنا وصافي. تبارك الله عليكم، كيكون التنافس على أشد ما شاء الله عليكم. الاسم ديال الحاجة ديال الوالدة ديالك؟ حبيبة. الله يحفظها لك، الله يحفظها لك. اول شيء تبارك الله صيفتي بزاف ديال الحلويات ياك، انا غنمشي لذاك الكيك بالنكهه ديال القهوه معطره ومقطره من شهيوات امي الحبيبه. يلا نمشيو ناخذ المقادير الطريقه ديال التحضير. قولي القصه ديال هاد الكيك. هاد الكيك كتوجد لنا الام ديالي كنعقل مني باقه صغيره كنجيو من المدرسه كتشمي ديك الريحه ديال داك الكيك خصوصا مع ديك القهوه مع الدركه كتلقط الاعشاب ديالها بيديها وكتقطرها وكتديرها لنا في داك الكيك. ما شاء الله كتجي غزاله، هي الفرحه هو النهار الكبير اللي كنجيو كنشموا ريحه داك الكيك في الفران. ما شاء الله كلشي كيكون فرحان. الله يحفظها لك، الله يحفظها لك، الله يحفظها لك. مشيو دابا للمقادير تاعنا باش تحنا نبداو نشموا هاد الريحه تاعنا. تفضلي تفضلي حسنية. كنديروا في بول ناخذوا ثلاثه ديال البيضات كنديروا معاهم كاس ديال سنيده كاس ديال الملحه كنقلبوا مزيان وكنضيفوا كاس ديال الزيت مع مرش وكنضيفوا عليهم داك الكاس ديال القهوه كتكون معطره بالاعشاب ومقطره في القطاره هكاك وكنضيفوا عليهم واحد شاصي ديال ايديال ديال بودره ديال الشوكولات وكنضيفوا ثلاثه ديال الخمارات مغربلين مع تقريبا ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين وكنخلطوا الخليط مزيان وكنديروه في بول كنهزوا يدينا باش يجي باش تجي الكيكه مسفليه ومزيانه مهويه وكنديروها في كندخلوه الفران كل وحده والفران ديالها ومني تيخرج كنسقيوه اللمسه ديالي انا اللي درت فيه هو هاد الساق الام ديالي كديروا لنا هادي بحال هكذا انا كندير فيه واحد لي بيبي شوكولا لداخل مني كنديرو وكنسقي كناخذ واحد ياغورت ديال الشوكولا وكنخلطو كنديرو في حمام مريم مع واحد ربعه ديال القطع ديال الشوكولات
كيعطينا واحد الصوص اللي كتكون لذيذه، وكنسقي به الكيك ديالنا وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه حسنيه، وتبارك الله عليك، وتبارك الله على الحاجه حبيبه، الله يحفظها لك. بارك وكيف قلنا غدا ان شاء الله القرعه الكبرى، فكون الكل يكون حدا التليفونات ديالهم، اما المنتوجات فان شاء الله تجيو تسلموها. مرحبا بكم، مشكوره بزاف حسنيه على الكيك اللي شمينا ريحه القهوه معك هذا الصباح، مشكوره بزاف. بزاف كنشكروا ايديال اللي كتخلينا نبدعوا ونجتهدوا ونطوروا من الوصفات ديال الامهات ديالنا، وشكرا لكم على البرنامج ديالكم. شكرا لك، شكرا لك، رائعه ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيك، شكرا لك، واكيد حنا كنتمشاو وكنمشيو بالنصائح ديالكم، بالكلام ديالكم، والدعم ديالكم، والوفاء ديالكم. مشكوره حسنيه من تمارا، بطبيعه الحال ما تنساوش غدا القرعه الكبرى، والتواصل دائما على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 69 70 70 29. واحد موفق للجميع. وانتي شنو هو المنتوج ايديال اللي كيعاونك باش تحضري شهيوات بحال ديال الميمه؟ مع فقره مطبخ ايديال شاركي معنا وصفه شي شهيوه ما كتاكليها غير من يد الام ديالك واللي تقاسمتها معاك وعلمتها لك باستعمال منتوج ايديال. وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارتفون بيناتهم لا محدود ليك والميمه العزيزه عليك، وكذلك ايديال كتهدي لك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. ايديال مع كل الامهات للحياه.